السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم يوم جديد وجولة جديدة. النهاردة الجولة بتاعتنا هتكون من قصر الأواني. قصر الأواني عامل عروض حلوة جدا، نصف السعر، نصف السعر على منتجات مختارة. مش كل المنتجات نازلة عروض، ولكن هم مختارين منتجات معينة. هنشوف الفيديو ده من عروض الحلل والقدور. طبعا القدور اللي هي بتكون في مجموعة زي ما احنا شايفين كده في الكرتون، وفي طبعا انواع تانية فردية هنشوفها برضو. ولكن نبدأ مع بعضنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما، النهاردة هنقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وندعي لأهلنا في فلسطين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر يا ربنا أهلنا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. يلا بقى نبدأ مع بعضينا العروض. زي ما احنا شايفين العروض كلها نصف السعر على منتجات مختارة. هنشوف زي ما قلنا كده القدور. ده طقم قدور ابيض من الجرانيت، طقم قدور ابيض من الجرانيت نازل من 649 ل 324 ريال، يعني نصف السعر على طول. كل العروض نازلة نصف السعر. العرض اللي كان قبل ده كان من 10% ل 70%، ولكن دلوقتي هم اختاروا ان العروض تكون كلها نصف السعر اللي هي نازلة في العروض. كمان هنا برضو في طقم قدور رصاصي، طقم قدور رصاصي 9 قطع، 9 قطع اللي هو قدامنا ده، ده نازل من 649 ل 324، يعني الابيض والرصاصي ده، الابيض ده 7 قطع والرصاصي 9 قطع، ولكن السعر واحد. السعر نازل من 649 ل 324. كمان هنا في برضو الطقم اللي قدامنا ده، ده طقم سيراميك تركي، طقم سيراميك تركي زي ما احنا شايفينه هو ده 7 قطع، نازل برضو 50% من 692 ل 346 ريال. طقم قدور من السيراميك تركي. في كمان برضو هو نفسه، ولكن ده اللون بتاعه طبعا فضي، نازل من 692 ل 346. طقم قدور سيراميك صناعة تركية. احنا شفنا نوعين، طبعا شايفين بقى هما مختارين منتجات معينة نازلة في العروض. مش كل الاصناف موجودة. في هنا برضو طقم قدور 7 قطع، ده احمر، 7 قطع احمر، نازل 50% من 899 نازل 449، نصف السعر اللي هو اللي قدامنا ده. طب نشوف كده من جوه، ده شكله من جوه. في كمان ده برضو، ده طقم قدور نحاسي، طقم قدور نحاسي 4 قطع ازاز، الغطاء بتاعه ازاز، نازل برضو 50%، نازل من 439 ل 219 ريال، ل 219 ريال، ده 4 قطع فقط. الغطاء بتاعه من الازاز زي ما احنا شايفين اهو، برضو ده نازل من 439 ل 219، طقم قدور نحاسي بغطاء ازاز 4 قطع. عروض حلوه جدا. الناس بقى اللي محتاجه يعني تنتهز الفرصه العروض دي. في برضو هنا طقم قدور، ده وردي والاخضر، هما نفس السعر ونفس طبعا الماركه، ولكن طبعا بيختلف اللون. طقم قدور 8 قطع، والاخضر ده برضو 8 قطع، نزل عليهم العرض. هو سعرهم كان كام؟ من 549 نازل 274، 274. عروض قصر الأواني، عروض نصف السعر. نيجي بقى الناحية التانية دي برضو، هنا ده طقم قدور ألمونيوم، ألمونيوم مطلي 7 قطع، 50% نازل من 600 ل 300، أو من 599 ل 299. ده طبعا طقم القدور ده، ده ألمونيوم مطلي 7 قطع. كمان ده البرتقالي ده بقى برضو، ده طقم قدور سيراميك 7 قطع برتقالي، برتقالي، وعندك الغطاء بتاعه من الإزازة هو،
واليد بتاعه خشبي، عروض نصف السعر في قصر لواني على منتجات مختارة، طقم قدور سيراميك 7 قطع برتقالي نازل من 429 ل 214 ريال، 214 ريال، وده 7 قطع. كمان في طقم قدور سيراميك رمادي اللي هو قدامنا ده، ده رمادي 7 قطع برضو نازل من 699 ل 349، 349. شايفين السعر هو السعر القديم هو ده 699 نازل ل 349. كمان في برضو لون اسود طقم قدور سيراميك 6 قطع، ده 6 قطع لونه اسود اهو، ده نازل من 299 الى 149، 149 لان ده 6 قطع، ده كان 7 قطع. برضو هنا في طقم قدور سيراميك رمادي، طقم قدور سيراميك رمادي نازل من 299 الى 149، 6 قطع برضو. كمان طقم قدور سيراميك اخضر اللي هو قدامنا ده زيتي، ده لون زيتي نازل من 799 ل 399، او من 800 ل 400 عشان تكون سهلة يعني. طقم قدور سيراميك 11 قطعة زيتي نازل من 800 ل 400 ريال. كمان الطقم ده طقم قدور 9 قطع ازرق لونه ازرق اهو، 649 نازل 324 ريال، 324 ريال، 9 قطع لونه ازرق او سماوي. طبعا ده كله ده مش نازل بقى عروض، هنشوف احنا اهم حاجة عندنا العروض. في برضو هنا ده طقم قدور كوري اللي قدامنا ده، كوري سواء الاخضر او الوردي، هو نفس السعر نازل من 691 الى 345، 7 قطع كوري. نشوف السعر، نقرب كده عشان نشوف السعر. طقم قدور 7 قطع كوري نازل من 691 ل 345. طبعا يا جماعة العروض دي هتلاقوها موجودة في كل فروع قصر الأواني على مستوى المملكة، وكمان في المتجر الإلكتروني على أصناف مختارة نصف السعر. كمان هنا ده طقم قدور سيراميك برتقالي، طقم قدور سيراميك برتقالي نازل من 699 ل 349، 7 قطع، 50% زي ما احنا شايفين اهو قدامنا. كمان هنا ده طقم قدور برضو نزل من 549 ل 274. طبعا هما مش كاتبين الماركة، هما كاتبين بس عدد القطع، كاتبين نوع بتاعه مثلا ألمونيوم سيراميك. هنا ده زي ما احنا شايفين هو طقم قدور 7 قطع بيد خشبي اللي هو قدامنا ده ده يعني زي يعني من الجرانيت باين كده، واليد بتاعه خشبي، الماركة بتاعته هي دي، ده نازل من 429 ل 214 ريال. هنشوف بقى الايه، هنشوف القدور اللي هي بتتباع بالوحدة اللي احنا شفناه ده، اللي احنا شفناه دلوقتي اللي هي القدور اللي هي مجموعة يعني 7 قطع 6. هنشوف بقى القدور اللي هي بتتباع بالوحدة. اول حاجة قدور اللي هي الازاز اللي قدامنا دي، في منها اللي هي الغطا بتاعها من السيليكون زي ما احنا شايفين كده، وطبعا هي احجام مختلفة يعني. مثلا دي طقم ده القدر، ده قدر ازاز يد متحرك 16 ملي. اول واحدة الماركة بتاعتها هي دي نازله من 165 ل 82 ريال. اللي بعدها على طول دي برضو قدر ازاز يد متحرك 18 ملي. اول واحده كانت 16 ملي نازله ب 82 بدلا من 165، الثانيه نازله من 179 ل 89، 18 ملي. اللي بعدها دي بقى الغطا زي ما احنا شايفين الحوافي بتاعته كده، واليد من السيليكون او يد من الاستلس نازله من 169 ل 84، 18 ملي، 18 برضو ملي، هي نازله من 169
ال84 قدر ازاز يد استانلس 18 مللي نزل 50%. شكلها حلو جدا اللي هي قدر الازاز ده. برضو هنا ده قدر ازاز يد استانلس 22 مللي نازل من 235 الى 117 ريال. 117 ريال اللي هو ال 22 مللي ده. 22 مللي. اللي بعده ده 20 مللي من 199 نازل 99. نازل 99. دي طبعا قدور ازاز اليد بتاعها استانلس. شفناها طبعا الاحجام بتاعتها مختلفة. في من 16 لحد 22. طيب الناس اللي كانت بقى بتسألنا في التعليقات على القدور اللي هي من الحديد الزهر. حديد الزهر هو ده برضو في الاسود وفي اللي هو الاحمر. هنشوف بقى برضو قدر حديد ده 14 ملي نازلة من 99 ل49 اللي 14 ملي ده. طبعا ده مش نازل في العرض. نازل 14 ملي من 99 ل49 وفي بعدها 13 ملي نازلة من 89 ل44 وبعدها 10 ملي نازلة من 79 ل39. 10 ملي نازلة 39 دي اقل شيء. في 13 ملي 44. 14 ملي 49. في برضو حديد الزهر. طبعا الحجم الكبير ده مش نازل في العرض. الحجم الصغير برضو هنا في الحديد الزهر الاحمر الحجم بتاعها دي 14 ملي نازلة من 99 ل49. هما الاتنين دول نفس الحجم 14 ملي. طبعا من الحديد الزهر هتلاقيه تقيل. من 99 نازلة 49 ل14 ملي. طبعا الحجم الكبير مش نازل. في كمان بقى قدر اللي هو من الالومنيوم. ده من الالومنيوم. قدر الالومنيوم المقاس بتاعه بقى هنشوف بقى من هنا اللي قدامنا دي. دي الالومنيوم هتلاقيها خفيفة يعني. مش تقيلة زي اللي هو الحديد الزهر ده. هنا ده قدر الالومنيوم مقاس 20 نازل من 169 الى 84. من 169 ل 84 دي مقاس 20. مقاس 20. اللي بعدها دي المقاس بتاعها 28. المقاس 28 الالومنيوم يا جماعه. دي من الالومنيوم. من الالومنيوم دي نازله من 238 الى 119 ريال. كمان اللي بعدها دي 24. المقاس بتاعها 24 من 209 نازله 104. من 209 نازله 104. الحجم الكبير ده 28 نازله من 259 الى 129. قدر الومنيوم. قدر الومنيوم دي الماركه بتاعتها هي. دي اسم الماركه هي. طيب يعني قدر الالومنيوم ده في من كام؟ في من 20 لحد 28. 20 26 24 28. يبقى كده احنا شفنا قدر اللي هو الازاز اللي هو في الاول خلص هناك ده. وبعدين شفنا اللي هو حديد الزهر. وبعدين شفنا اللي هو الالومنيوم. تعالوا بقى نشوف برضو هنا ده قدر بغطاء. قدر بغطاء مقاس 28 اللي هو النوع ده يا جماعة اللي قدامنا ده. ده اسمه ايه طبعا؟ ده كله ميدن شاينا كمان يا جماعة عشان نبقى عارفين يعني. كين. دي ماركة كين يا جماعة. ماركة كين. وماركة كين دي طبعا الماركة دي مش هتلاقوها موجودة غير هنا في قصر الاواني. ده 26 سنتي. 26 سنتي ده قدر بغطاء ماركة كين ميدن شاينا. ماركة خاصة هنا او حصرية لقصر الاواني. السعر بتاعها اصلا قبل العرض 158. دي مقاس 26 نازلة من 158 نازلة 79 ريال. 79 ريال. عايزين نشوف اي حاجة. طبعا هو شرح لك كل حاجة هنا على الكرتون اللي هو الغلاف اللي عليها ده. في كمان برضو من نفس الماركة دي اللي هي كين. دي مقاس 18. مقاس 18 يا جماعة برضو هي نازلة كام؟ نازلة من 98 ل49. 49 ريال اللي هي مقاس 18.
49 بدلا من 98، عرض نصف السعر. شايفين هنا يعني غير لما كنا بنصور العروض اللي فاتت كان كل ده نزل عليه عروض. طبعا هم المختارين حاجات معينة فقط هي اللي نزل عروض، فياريت تتابعونا كده عشان تعرفوا العروض نزل على ايه. وما تنسوش اللايك يا جماعة، اللايك مهم جدا. في دي طاوة من الجرانيت بيدين، عميق 26 سنتي او 26 ملي، نازلة من 99 ل 49 اللي هي دي، برضو ماركة كين من الجرانيت. زي ما احنا شايفين هي عميقة، يعني هنقول عليها مقلاة، مقلاة بيدين زي ما احنا شايفين كده من الجرانيت، 26 سنتي 26 سنتي، نازلة من 99 ل 49 ريال. طبعا الباقي كله ده مش نازل عرض. في برضو عرض هنا، ده قدر كوري من السيراميك، مقاس كام؟ مقاس 24، نازل برضو عرض من 241، من 241 نازلة 120 ريال اللي هي قدامنا دي. دي كوري لونها وردي، قدر كوري لون وردي، المقاس بتاعه 24، نازل من 241 الى 120 ريال. نشوف برضو في عروض تانية هنا، هي اللي هي المقلاة العميقة دي، مقلاة عميقة بيدين برضو مقاس 28، نازلة من 108 ل 54 ريال، من 108 ل 54 ريال. وفي مقاس 26 برضو نازلة من 99 ل 49 ريال، اللي هي المقلاة العميقة اللي بيدين دي. كده احنا خلصنا كل العروض اللي هي نازلة على اللي هي القدور اللي هي الفردية دي. طبعا هنا برضو او هو طبعا يعني لسه هم بيحطوا الاسعار، فممكن احنا نكون احنا جينا بدري شوية عشان هم لسه بيحطوا الاسعار النهاردة. في برضو هنشوف برضو في عروض هنا تاني، هي الحاجات دي برضو كلها نازلة يا جماعة 50%، اللي هي مقلال الشاوي مستطيلة، الماركة بتاعتها دي مستطيلة، المقاس بتاعها غير لاصقة، مقلال الشاوي مستطيلة غير لاصقة، نازلة من 134 ل 67، المقاس بتاعها 26 سنتي 26 سنتي. في كمان هنا مقلاة من الجرانيت دي كين برضو، دي 20 سنتي، نازلة من 125، شكلها بيضاوي زي ما احنا شايفينها، هي دي نازلة من 125 ل 62 ريال، المقاس بتاعها 20. في كمان هنا مقلاة عميقة برضو نفس الماركة، ولكن دي اللي احنا شفناها دي كانت مستطيلة، دي 28 سنتي غير لاصقة، برضو نازلة من 144 ل 72. كمان في واحدة هنا هي دي برضو مقلاة شاوي مستطيل مطلي غير لاصق، دي كام المقاس؟ دي 28 سنتي 28 سنتي مستطيلة، نازلة من 144 ل 72 ريال. في برضو ده مقاس صغير، ده 18 ملي، نازلة من 85 ل 42، من 85 نازلة 42، برضو دي مقلاة غير لاصقة دائرية 18 ملي. في هنا برضو مقلاة عميقة، برضو دي عميقة اللي هي بتكون ايه، بتكون يعني لتحت كده شوية، نازلة من 138 ل 69، دي 26 سنتي 26 سنتي. برضو في عروض هنا، دي مقلاة من الجرانيت، طبعا ده مسطح 32 سنتي 32 سنتي، نازلة من 88 ل 44، من 38 نازلة 44 ريال، ماركة كين دي 32 سنتي. كمان في برضو من العروض اللي نازلة برضو هنا، في صاج المصابيب، صاج مصابيب من الجرانيت 35 ملي، نازلة من 149 نازلة 74.
اللي بعدها دي هي برضو نفسها صاج مصابيب من الجرانيت نازلة من 179 ل 89، لأن دي 40 ملي أو 40 سنتي. اللي بعدها دي حجم كبير جدا، دي 50 سنتي، 50 سنتي، دي نازلة من 199 ل 99، من 199 نازلة 99. دي 45 سنتي، ال 45 سنتي دي نازلة من 189 ل 94، 94. ده صاج مصابيب من الجرانيت زي ما شفنا. أول مقاس ده 35 و40 و50 و45، كلها ماركة كين برضو. شوف برضو في الناحية التانية دي، في عروض تانية هنا، في عروض برضو هنا على مقلاي من الجرانيت 28 ملي اللي احنا شايفينها قدامنا دي. دي نازلة من 129، من 129 نازلة 64 ريال. في برضو هنا دي كلها، دي بقى برضو صواني دائرية او مقلاه دائرية، دي 55 سنتي، دي 35 سنتي، صواني دائرية من الاستلس بيدين، صواني دائرية من الاستلس، دي مقاس 35 نزلة من 249 ل 124. ال 55 سنتي دي نزلة من 384 ل 192. وفي اللي بعدها دي 45 سنتي نزلة من 299، من 299 نزلة 149. هنشوف برضو في هنا عروض برضو، نكمل الفيديو هنا اللي هي كدر الضغط. يا جماعة كدر الضغط دي برضو في انواع نزل عروض هنا. كدر ضغط السيف اللي هو قدامنا ده، ده كدر ضغط السيف. كدر ضغط السيف استلس 4 لتر اسود، نزل برضو 50%، نزل من 285 الى 142. برضو نفس النوع قدر ضغط السيف اسود، ده 6 لتر، نازلة من 316 الى 158، 158. ده اللي نازل في قدر الضغط، هما الاتنين دول. الباقي ده مفيش عروض، او هما لسه يعني محطوش الاسعار على كل المنتجات. ان شاء الله بنيجي نصور تاني. في برضو هنا قدر ضغط، برضو هو قدر ضغط الومنيوم، 2 صمام امان لطبخ امن واكثر صحه، ده النوع بتاعها. دي قدر ضغط استيمر، قدر ضغط استيمر مطلي 9 لتر، نازله من 269. دي 9 لتر يا جماعه، ودي الماركه هي، وهي من الجرانيت زي ما احنا شايفين، نازله من 269 الى 134 ريال، 134 ريال. طبعا كل الانواع دي وكمان اللي هو الاستلس ده مش نازل في العروض، او لسه ما حطوش عليه العروض يعني. طبعا احنا بقى بنختم اول جولة. اول جولة دي كانت على الاواني المطبخ، الحلل والقدور زي ما احنا شفنا كده، القدور اللي هي المجموعة والقدور الفردية، وشفنا طبعا المقلاه اللي هي العميقة والمقلاه اللي هي المستطيلة، وشفنا يعني انواع كتيرة جدا في الفيديو ده. اتمنى الناس كلها تكون استفادت باول فيديو نعمله في قصر الاواني وعروض نصف السعر على منتجات كتير جدا. اتمنى الناس كلها تكون استفادت بالفيديو. ما تنسوش اللايك، اللايك ده مهم جدا يا جماعة، ادعمونا باللايك، تعليقات ايجابية برضو اكتبوا لنا في التعليقات الحاجات اللي انتوا عايزينها وبتسألوا عليها، عشان برضو نعرف انتم محتاجين ايه ونصوره لكم ونوضحه لكم يعني. طبعا هي العروض اللي هي نصف السعر دي موجودة في قصر الاواني، في كل الفروع اللي هي قصر الاواني المتجر الالكتروني، كل فروع المملكة نفس العروض. زي ما قلنا منتجات مختارة مش كل المنتجات. احنا وضحنا لكم المنتجات اللي هي في القدور والحلل المجموعة والفردية والقدور الضغط.
اتمنى الناس كلها طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ولو انتم مش مشتركين اشتركوا معانا، كل يوم في جولات من كل مكان. اشوفكم بخير، تابعونا في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.